19 شباط 1950 ديزني كانت عم تطلق فيلم سندريلا لأول مرة من بوسطن بالولايات المتحدة، والهند كانت عم تنتخب أول رئيس لها هو راجندرا براساد. أما بلبنان فكان عم يظهر ذكر اسم السيدة فيروز لأول مرة ومن دون صورة. مساء الخير. صحيح أنه السيدة فيروز أصبحت رمز للبنان بكل معانيه وأبعاده، مرادف لهالدولة اللي عندها صوت وأمل وذكرى من خلال هالاسم العابر للأجيال، ولكن بغمرة النجاحات قليل اللي بيعرفوا كيف كانت البداية الفعلية قبل ما ترتبط السيدة فيروز بالأخوين الرحباني ويصنعوا إرث فني عابر للأجيال وللوقت. بهالحلقة رح نفتح صفحات الماضي المجهول لنرجع للبدايات المجهولة اللي حولت نهاد حداد البنت البيروتية لصاحبة الصوت والصورة وحاملة مفاتيح الزمن الفني بلبنان. حبك يا لبنان يا وطني، بحبك بجمالك بجنوبك بسهلك، بحبك تسأل شو بني وشو اللي ما بني، تسأل شو بني وشو اللي ما بني. حبك يا لبنان يا وطني. هاللحظة التاريخية بالأولمبيا بباريس عام 1979 تختصر تاريخ فني كامل، لحظة اللي كانت السيدة فيروز حاملة وجع لبنان بعز الحرب على أعرق المسارح الفرنسية لتغني مع فرقتها أغنية صارت أشبه باعتراف عابر للزمن بالحب لها الأرض ولها الوطن. يوم اللي غنت فيروز بحبك يا لبنان بالأولمبيا صارت هالنسخة المتداولة محطة تاريخية اتكلت فيها فيروز على كل المجهود الفني اللي قدمته طوال 30 سنة لتتحول لأيقونة حاملة لبنان بصوتها وين ما راحت. لبنان الكرامي والشعب العنيف، والكل بلدنا عم يخرج بيك. لبنان الكرامي والشعب العنيف. ومن يومها فيروز حاملة صوتها وعم بتبارك صباحاتنا ومساواتنا، وعم بترافق ولو من بعيد قصة بلد بكل مقاسيه وأماله. إذا نحن تفرقنا بيجمعنا حبك، وحبي من اضطرابك بكنوز الدنيا، وبحبك يا لبنان يا وطن. ولكن مثل ما كل شيء له بداية، قصة فيروز كمان إلها بداية مجهولة قليل تينحكى عنها. فبعكس المعتقد السائد أنه السيدة فيروز بدأت مباشرة مع الأخوين الرحباني بتقديم الأعمال، في سنتين من عمر الصبية نهاد حداد شبه مجهولين بسبب عدم تأريخهم لليوم، وهيدا اللي فتشنا بالتاريخ تنقدر نلاقيه. أول مرة نذكر فيه اسم فيروز كان ب 19 شباط 1950 على لسان الموسيقار حليم الرومي. اللافت أنه الخبر القصير كان من دون صورة، وبيقول في حليم الرومي أنه اكتشف صوت جديد يعتبر من أعذب الأصوات الغنائية، وأنه أطلق عليه اسم فيروز ورح يقدمها بسهرات الإذاعة اللبنانية من بعد ما سهر على تربيتها وترتيب الألحان الخاصة لها. المفارقة أنه فيروز ما كان اسم جديد، صحيح هو اسم لحجر كريم، ولكنه كان موجود قبل مع مغنية حلبية ظهرت بالنصف الثاني من العشرينات وأصدرت لها شركة كولومبيا عدد من الأسطوانات. وكانت فيروز الحلبية صاحبة صوت قوي وطربي، وكانت تقدم عروض بصالة بديعة مصابنة بمصر من بعد انفصالها عن فرقة نجيب الريحاني. من بعد هالخبر عن السيدة فيروز بخمسة أيام وتحديداً ب 24 شباط 1950، قدم حليم الرومي أول أغنية إذاعية بصوت فيروز بأغنية بتحمل عنوان تركت قلبي وطوعت حبك، ولكن النسخة الأساسية مش موجودة بصوت فيروز إنما بصوت حليم الرومي، لأنه مثل ما معروف كانت العروض المباشرة على الإذاعة
وما كانت تتسجل. تركت قلبي وطاعت حبك، فضلت أبكي من نار بعدك. دخول فيروز يعني شبه متزامن، يعني في شهر بين شهر ونص إذا بدنا بين حليم وبين فيروز بالإذاعة. من خلال منصبه ويروي كيف اكتشف الكثير من الأصوات، بس هو فعلا هذا كان منصبه، يعني شغلته نحن قدام إذاعة، والإذاعة يختلف عملها بهذا الزمن كليا عن اليوم. يعني الإذاعة كانت أكبر منتجة أغاني. بعد بأسبوعين وتحديدا ب 8 أدار 1950 كانت فيروز بحسب سجلات الإذاعة أصبحت مغنية معتمدة، وقدمت أغنية راقصة بعنوان الحبيب المجهول وتسجيلها غير موجود أيضا. وبالشهر اللي تلا قدمت فيروز مع كلوفيس الحج مجموعة من الأغنيات الراقصة، هي أين أنت وتانجو يا ليلى وحرام عذابي بحسب السجلات المكتوبة. كلوفيس الحاج يعني منسي كليا الحقيقة. الإذاعة يعني أصوات بتفوت وأصوات بتظهر، ما حدا يتخيل أنه اليوم المطربين يعني بيقولوا لك إيش صار طفرة مطربين. كل زمن في طفرة مطربين، ما في زمن ما في طفرة مطربين. ب 6 أيار 1950 أول تسجيل موجود لأغنية قدمتها فيروز، ولكن تم نشرة من بعد على أسطوانة 78 دورة، وهي لأغنية يا حمام يا مروح بلدك، وهي من ألحان حليم الرومي. يا حمام يا مروح بلدك متهني، خليني أنا أروح وانت اللي تغني. يا حمام يا حمام يا مروح. بدأت بوقتها نغمات صوت فيروز تلفت الانتباه، والدليل بريد القراء اللي كان يشيد بصوت فيروز الجديد على الإذاعة، واللي كان له 3 أشهر عم بيشارك بالأعمال المختلفة ويتلقى المديح. ومن الأغاني اللي ما بنعرف عنها شيء أيضا أغنية بتفرج السجلات أنه تقدمت ب 27 أيار عام 1950، وهي تانجو السعادة، ومش موجود أي أثر لها رغم أنه تقدمت باستمرار. تانجو السعادة عمل من عشرات الأعمال اللي نعرفها اسما ولا نجد لها أثرا بالإذاعة، ويعني فيني سمي حتى أعمال أخرى ميرد ذكرى بس حتى ما بعرف مين مؤلفها وملحنها، ولم أجد حتى هذه العناوين بدفاتر لا المؤديين يعني فيروز ولا المؤلفين يعني أصحاب الكلمات ولا الملحنين اللي هن الملحنين المعتمدين بالإذاعة. فما بعرف يعني من هذا العمل، ما عندي فكرة صراحة غير اسمه، وهو أحد العناوين التي لا تتكرر وما بنعرف شو هي. في عناوين أخرى يعني بساط النور ما بعرف مين عمله، ابكي يا عين ما بعرف مين عمله. للأسف هيك بالإذاعة بصير. وتكرر موضوع الأغاني غير المحفوظة أو على الأقل اللي ما بنعرف إذا موجودة أو لا بسبب عدم حفظ الأرشيف بحزيران وتموز 1950، بوقت منلاقي بالمقابل مجموعة من المقالات اللي بتعتبر صوت فيروز استثنائي من خلال أغاني تقدمت مثل يا ليل أين حبيبي. واللافت أنه كانت ألحان التانجو رائجة جدا بوقتها وعم تعتمد بالعديد من الأعمال، وكان جورج فرح هو اللي مسؤول عن هالأعمال اللي تقدمت. جورج فرح من اعتمد من جيل حليم الرومي يعني واصل الإذاعة، وكان عنده عالم يعني في بتقولي كان دارس موسيقى وكان له منصب في الكونسيرفاتوار وكان أستاذ وكان يوزع يعني عنده أغاني أوركسترالية واستمر في العمل. لم ينجح على الأقل جماهيريا، مع أنه العلم يعني بهذه الفترة بال 53 52 و53 يمكن من الأوائل الملحنين مجموعة كبيرة من أغاني من كلمات جبران خليل جبران. وشاركت فيروز بلوحات غنائية من تلحين جورج ظاهر، وغنت نشيد المهاجرين ويا قلب حاجة نوح ونحن البنات اللبنانيات، وعادت واشتركت مع جورج فرح بمجموعة من الأعمال بأيلول، وكانت تشترك بالكورس مع 4 شباب و3 بنات غيرها.
هن ليلى الصعيدي وأمال وكروان. بوقت هالمقال بيقدم إشادة بصوت فيروز وحدة. زميلة فيروز بهالكورس هي مغنية اسمها كروان، نحن بنعرفها بعدين باسم شيراز لأنه أطلق عليها اسم شيراز لتمييزها عن كروان أخرى، هي كروان أبلة بسوريا. صار بفترة اعتمد كروان دمشق وكروان لبنان ليفرقوا بيناتهم، فصار اختارت اسم تاني. بس أنا لما بكتشف أنه كروان كان عندها أغاني سولو أكتر من فيروز، وكروان حتى بالأسطوانات الأولى أكتر من فيروز، بس اللي لمع فيروز وبسنتين زمان بقدر أقول فيروز صارت نجمة قبل ما تنشر لها أي صورة بالمجلات. بـ 8 تشرين الأول 1950 نشرت مجلة الإذاعة مقال بعنوان فنانات الغد للحديث عن فنانات هيداك الوقت مثل نزهة يونس وأختها هيام يونس وأحلام وسميرة عبده، وختم المقال بالقول: أما صوت فيروز الشجي الذي نسمعه دائما في حفلات الإذاعة فهو صوت سوف يأخذ مكانته في القريب العاجل بين أحسن الأصوات الغنائية في لبنان. بهالحديث كله كان بعد ما في وجود للأخوين رحبانة بالمسيرة اللي قامت فيها فيروز لأكثر من 8 أشهر بالإذاعة اللبنانية، ووجودهم رح يجي بعد بفترة وتحديدا بخريف 1950. التاريخ ما بيذكر التفاصيل إنما الأحداث الكبيرة، ولكن اللي عم نحاول نستعيده اليوم هو هالتفاصيل بالذات اللي هي جزء من الصورة الأكبر. ومن بعد الجزء الأول اللي خلينا نشوف كيف دخلت فيروز على الإذاعة وشو الأعمال الأولى اللي قدمتها مع الفنانين اللي كانوا موجودين بوقتها، رح ندخل على عالم التعاونات الأولى مع الأخوين قبل ما ترتبط بعاصي وتصير جزء من الثلاثي الفني بلبنان. 5 تشرين الثاني 1950، أغنية جناتنا بصوت فيروز عم بتكون أول إشارة لتعاون بينها وبين الأخوين رحباني بأغنية واضحة المعالم ضمن برامج الإذاعة اللبنانية. وبالمقابل كانوا الأخوين رحباني عم يستمروا بتقديم الركن الخاص فيهم بالإذاعة بوقت كانت فيروز مستمرة بأعمال مختلفة. والنحل من أطيبها سكران وبزهرها مفتون جناتنا. التعاون بالرواية الرحبانية انه اول اغنية لحنها لفيروز كانت غروب، اسمها قصيدة حبذا يا غروب من شعر قبلان المكرزل، وبالفعل في قصايد لقبلان المكرزل حتى تغنت قبل فيروز واستعادتها وسجلت لاحقا مع فيروز. ما لقيت الى اليوم اي اثر لحبس يا غروب بالاذاعة اللبنانية. يعني نحن مفروض بشغل 1950، اذا بدي اقول اول العمل بالتأكيد يعني يحمل اسم اخوان رحباني وفيروز بالجداول وبالاعمال المحفوظة بالاذاعة فهو جناتنا. تكرر التعاون بين الأخوين رحباني وفيروز على مراحل مختلفة من دون ما يكون حصري أو دائم. برامج محطة الإذاعة اللبنانية بتذكر بـ 4 أدار 1951 أنه فيروز قدمت بعنوان الصباح مع كورس الإذاعة. وصل لأيلول 1951 لما دخلت فيروز مع الأخوين رحباني على الشرق الأدنى مع انتقالها من قبرص للبنان. قرر صبر الشريف وقتها بصفته مراقب البرامج الموسيقية والغنائية بمحطة الشرق الأدنى إعطاء النصيب الأكبر من البرامج الجديدة للأخوين رحباني بصفتهم مجددين، وكانت بوقت بداية التعاونات بأغنية فرحة الزمان من كلمات عاطف كرم لمناسبة تجديد ولاية الرئيس بشارة الخوري، ولكن تقدمت مرة واحدة، الأمر اللي بيوحي أنه ما تسجلت.
والشراكة بين فيروز والأخوين تواصلت بعد بأسبوع وتحديداً بـ30 أيلول بلوحة غنائية بعنوان جبل لبنان، ولكن العمل غير مسجل للأسف. بمقابل هالنشاط بدأت مرحلة جديدة بإذاعة دمشق بخريف 1951 برعاية أحمد عسي مدير عام الإذاعة السورية، وبكورة هالأعمال الحصاد. قد حست العصفور عن كل نهر في السحر، وعانقت كيف الدجى أشعة القمر. قد حست العصفور عن كل نهر في السحر، وعانقت كيف الدجى أشعة القمر. ها أزهرت تلالنا وامتلأت جبالنا ونضجت غلالنا فلقت في الثمر. عنوان الحصاد أو الحصادون شائع جدا بالإذاعة للعديد من الأعمال بالإذاعة اللبنانية، وفي ذكر الأعمال عن الحصاد مع حنان والكورس ومن شعر الياس أبو شبكة أيضا من دون دليل عليهم. أما النسخة الموجودة فهي من إذاعة دمشق، ومع نهاية عام 1951 اشتركوا الأخوين رحباني مع فيروز بتجربة فنية موسيقية خاصة مع إدواردو بيانكو بإذاعة الشرق الأدنى. اللافت فيها هو رأي بيانكو بصوت فيروز اللي شاف أنه قادرة أنه تضاهي أهم مغنيات العالم من بعد ما اشتغل معها لمدة 10 أيام متواصلة. صبري كان عنده هذا الهم الحديثي يعني، ولقى بالأخوين رحباني أولا ثم مع الأخوين مع فيروز ضلته يعني ما يصبو إليه. وأحمد عسى نفس الشيء بيقول يروي أنه أول مرة اجتمع معهم سمعوا أعمال من النوع التقليدي ففسروا أنه ليس هذا ما يريده، فسمعوا أعمال اللي هي مودرنيست بمعنى ما، وهيدي الأعمال هي اللي تبنيها. واثنين انطلقوا، فمشروع كان صبري هون مثل ركن الأغاني المعربة أنه تقدمي أغاني أجنبي مشهورة، كان هو يختارها ويقدمها بصيغة عربية. فكمان جيب إدواردو بيانكو اللي كان ملك التانجو الأرجنتيني بهذه الفترة، واستقطمه إلى بيروت وعمل بالشرق الأدنى وسجل مجموعة من الأعمال، واختيرت فيروز تكون الصوت النسائي السولو بهذه الأعمال. أما صور اللقاء مع إدواردو بيانكو فنشرت بالثمانينات وليس بوقتها، خاصة أنه كان الجمهور بعد ما شاف ولا أي صورة لفيروز بالصحافة رغم مرور أكثر من سنة على نشاط الإذاعة. ولمناسبة عيد الاستقلال 1951 قدموا الأخوين رحباني مع فيروز أوبيرات بعنوان على صخور لبنان، وهو أيضا من قائمة الأعمال الضائعة للأسف، وشارك فيه إلى جانب فيروز كل من وديع الصافي وميشيل بريدي. بهالوقت كانت بعض الأصوات بدأت تنتقد الأخوين وتتهمهم بالسرقة وانتحال الألحان الغربية وإفساد الموسيقى العربية وتضييع صوت فيروز، فقرروا قبل ما تصدر أغنية إلى راعية يقوموا بمقلب من خلال نشر الكلمات على أنها لشخص اسمه أمين صالح وهو اسم وهمي، فصدرت التعليقات الإيجابية على الشعر والقصيدة. كان في سخرية منهم من أعمالهم يعني، مرات لما بتقري بتقولي عم بيحكوا كأنه عم نحكي لهم عن مشروع ليلى، دي يعني كمودرنيست ومعتبرين أنه خارج الـ 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 خارج النواميس كلها. بعد صدور الأغنية والثناء على الموهبة والصوت كان صار الوقت لتصدر أول صورة لفيروز من الصياد من بعد ما كان صوتها ملأ الإذاعات والأعمال. وتضمن الخبر أول إشارة لعائلة فيروز، وقال إن لا تزال طالبة من أسرة فقيرة مؤلفة من 9 أشخاص بناموا جميعا ببيت متواضع من غرفتين. مع نهاية عام 1951 تعاونت فيروز مع خالد أبو النصر بقصيدة أيها الشادي لإلي أبو ماضي من بعد ما تقدمت الأغنية عام 1949 بصوت ليلى إبراهيم. أيها الشادي المغرد في الضحى أهواك إن تنشد، وإن لم تنشد طوباك إنك
كان تفكر في غد. خالد من الملحنين الأول بالإذاعة، وله إنتاج غزير، وله حتى أعمال مشتركة مع الأخوان الرحباني، مثل ما حليم الرومي عنده أكثر من 10 أعمال كاتبينهم الأخوان الرحباني وهو ملحنهم ومغنيهم. في أعمال جمعت بين خالد أبو النصر كملحن وكلام الأخوان الرحباني. وبداية عام 1952 راح تسجل أول إطلالة حوارية لفيروز، وتحديدا ب 27 كانون الثاني مع انعام الصغير، وقالت فيها: اسمي نهاد حداد، مش انا اخترت اسم فيروز، ولكن لما بلشت غنى اقترحوا علي هالاسم وما منعت لانه اسم حلو. وصلت بالدراسة للمرحلة الابتدائية بس الفن جبرني لبي دعوته، فاضطريت اترك المدرسة وتابع الدروس الخاصة. كانت مديرة المدرسة تعرف انه صوتي مقبول، وبزيارة للملازم فليفل الاستاذ ابو سليم جابتني غني قدامه، وانعجب بصوتي وطلب مني روح اتعلم الغنى بالمعهد الموسيقي اللبناني. فرحت وصار يقدمني باناشيد وطنية بالإذاعة اللبنانية. الاستاذ ابو سليم هو محمد فليفل، احد مؤسسي المعهد الموسيقي اللبناني ومنشئ فرقة موسيقى الافراح الوطنية اللي كانت تقدم الاناشيد الوطنية مع الشباب. كان بوقت محمد واحمد فليفل عم بحضروا لعمل بعنوان نشيد الشجرة، وكانوا بحاجة لأصوات، وتعرفوا على فيروز بمدرسة حوض الولاية للبنات، وكانت مديرة المدرسة وقتها سلمى إربان. أما مدير الكونسيرفاتوار وقتها فكان وديع صبرة، واضع لحن النشيد الوطني اللبناني، اللي قال وقتها أنه فيروز ممتازة ومنها بحاجة لتتعلم أكتر من اللي بتعرفه. بخلاف المعتقد السائد انه كان عاصي يحكي وفيروز تلتزم الصمت، البداية بتظهر عكس هالمسار كليا. فاللقاء الاول لفيروز على الاذاعة سبق الاطلالة الاولى لعاصي، اللي ما خرج بلقاء كامل الا لعام 1955، يعني بعد سنتين من زواجهم عام 1953. بهالمقابلة كشف عاصي روايته الخاصة بكيف تعرف على فيروز، لما خبر انه زار حليم الرومي وشاف فيروز عم تقرا كتاب وحب صوتها. شهادة حليم الرومي عام 1956 بتخبر عن هاللقاء الاول بين عاصي وفيروز ايضا. بيقول حليم انه اول مصافحة لالن كانت بكبرياء كبير من عاصي، اللي كان بده يخليها تحس انه هو الموسيقار الكبير وانه هي الموهبة الصغيرة. فيروز ما استلطفت هالمعاملة رغم انه شافت فيه شي كبير، لكنها قالت لحالها انه دمه تقيل. بتخبر فيروز بمجلة الكواكب عام 1966 انه قدمت اولا اغنية يا ديرتي لما اجى عاصي على المكتب لعند حليم الرومي، وهي اغنية لأسمهان. يا ديرتي مالك علينا لوح، لا تعتبي لا تعتبي لومك على. ما حب عاصي الأغنية وقطعها، ورجعت غنت يا حمام وقطعها كمان، وقال لها أنه صوتها ما بينفع وبده تدريب كتير. فامتعدت فيروز أنه بعد سنتين من الدراسة والتعب عم بيقلها هيك، وقالت: كرهته لحظتها وتمنيت لو أصفعه. ما كانت هالتجربة رادعة أمام التعاون، خاصة لما قرر عاصي أنه يساعد فيروز على تعلم اللفظ الصحيح والمغنى. وبمطلع عام 1952 كان صار هالتعاون حاضر وثابت، من بينهم أغنية صدرت بمطلع شباط عام 1952 بعنوان كفى يا قلب. ما حرموا الأخوين الرحباني فيروز من التعاون مع شخصيات تانية، وكان اختيار الأخطل الصغير نسبة للقرابة وللعمق الفكري اللي كان موجود عند أمير شعراء العرب من بعد مبايعته. فكانت أغنية وداد اللي لحنوها الأخوين محطة جديدة بهالمسار، وقدمتها بسهرة لفتت فيها الأنظار لدرجة لقبت فيها بكوكب السهرة.
قطعة من كبدي فداك يومي وغدي وداد يا أنشودة البكر ويا شعر الندي يا قامة من قصب السكر رخص العقد حلاوة مهما يزد يوم عليها تزد. كان هذا اللقاء المسرحي الأول اللي اجتمعوا فيه الأخوين مع فيروز بدمشق. المناسبة كانت من تنظيم سيدات دمشق بهدف مؤازرة حركة التسلح بالجيش السوري بقاعة سينما دمشق برعاية رئيس الدولة ورئيس الأركان العامة العقيد أديب الشيشكلي. وكان إلى جانب فيروز بالسهرة حليم الرومي وسعاد محمد وحنان والفرقة السيمفونية للإذاعة السورية اللي أنشأها أحمد عسي. وكتبت الصحافة عن عاصفة شديدة من التصفيق من قبل الجمهور اللي كان عم يترقب ظهور فيروز اللي ما كان شايفها قبل، إنما سمعها بس عبر الإذاعة. لم ترتجف دمعي شفاه الهوى ولم ينادي المجد هذا جبل فعرف إني صخرة يا دمع وقدمت فيروز بالسهرة عنفوان وهي من شعر عمر أبو ريشة وألحان الأخوين رحباني. يعني أنا علاقتي بأعمال فيروز الأولى تختلف عن علاقة فيروز فيها، ما بظن كتير فيروز كتير متعلقة بهذه الأعمال لأسباب شخصية أو لأسباب فحملت مرة كاسات منها مجموعة أغاني منها أغنية من شعر الأخطل الصغير اسمها ذكرى بردة. هي شردت هي وعم تسمع وقالت لي أنا أخدوني وقتها ولا بتذكر وين المسرح ولا أي خشبي، قالت لي أخدوني وكنت بعدني بالتنورة وبالبلوزة ولبست بوتين بيضة ومن خوفي حملت النص بورقة، يعني طلعت على المسرح وأنا حامل النص بورقة ماسكتها وغنيت قصيدة مع أوركسترا لا عمر أبو ريشي مطلع لم يغن دمعي. فأنا لسه بعد فتني فتش على أغنية لم يهن دمعي. بنهار عند صديقي باسل قاسم مع الكمبيوتر بفتح فولدر بلاقي بحبش أنا أنه إذاعة دمشق فيروز يعني مختلفة. بوقع على غنية ما بعرف اسمع عنفوان، قلت له ليك يا باسل كل هول بعرفهم وعندي بنعدى هاي عنفوان نضى. بيطلع اول سطر لم ترتشف دمعي شفاه الهوانة، جنيت انه اخيرا طلعت. وبعد البحبشي كمان لقينا القصيدة يعني منشورة فاتضح شو هي فهي وعنا تاريخها وبأي قدمت. فكمان من هذه البدايات وقصيدة لعمر أبو ريشي عمر أبو ريشي من غناء فيروز وتلحين الأخوان رحباني وأوركسترا لأنشأها أحمد عسي، وكان فخور كتير أنه عمل أوركسترا سيمفونية بإذاعة دمشق. بشهر أيار من السنة نفسها شاركت فيروز بمسرحية غنائية للأخوين رحباني بعنوان غابة الضوء. كان هالحفل بقاعة الاحتفالات بالجونيور كوليدج وحضر رئيس الحكومة سامي الصلح وشخصيات عديدة من المجتمع السياسي والثقافة. بهالفترة كان الغناء بالملاهي الليلية يستهوي كل فنانات الجيل نسبة للانتشار الكبير اللي كان يأمنه، ولكن فيروز اعتذرت عن هالأمر. بعد عرض تلقته للغناء بأحد ملاهي علي ما قبلت فيروز رغم المردود المادي المغري لأنه كانت تخجل كتير من مواجهة الجمهور يوميا. بتموز 1952 كانت إطلالة جديدة لفيروز بطرابلس خلال حفلة مدرسية اشتركت فيها مع نادية حمدي وفؤاد زيدان وغنت فيها لأول مرة ماروشكا. اللي
بيسمع هالأغاني ما بيعرف صوت فيروز فيون، اللي كان بعده صوت صغير وما تمرس ليوصل للنبرة اللي منعرفها. وأغنية ماروشكا كانت من الأغاني المعربة اللي انطلقوا فيها الأخوان رحباني، وهي بالأساس أغنية فرنسية من فيلم أنسي فيني لانوي، وقدمتها جاكلين فرانسوا عام 1948. وبنهاية أيلول 1952 منوصل للمحطة المفصلية اللي رح تكون بنظر الرأي العام الأغنية الأولى لمسيرة فيروز مع الأخوين رحباني، وهي عتاب. حاجي تعاتبني وإذا بدك تروح روح 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 وأنا قلبي تعود على عذاب. صارت هالأغنية بسرعة الأغنية المفضلة بالبيوت والصالونات، وكانت عم بتنافس بوقتها أغنية وديع الصافي علومة اللومة، اللي كانت انطلاقة أكتر من ناجحة لإله من بعد عودته من الغربة. لومة 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 علومة لومة لومة يا حلوة قلبي حبك والله من أول يوم. في أغاني من هذا النوع تماما تضاهي بجمالها عتاب، وبرأيي لم تعرف إلى اليوم لأنه لم تصدر إلى اليوم. يعني معليش يا قلبي درب الهوى صعب، أغنية رائعة يعني تضاهي بجمالة عتاب ويمكن أجمل، بس ما نعرفت لأنه طلع بنفس السنة. من الملفت في كليتة تيوب يعني خلقوا ثلاث نجوم، يعني صباح يهوى يدلك من الحين أولى المني، وديع علومة اللومة، وفيروز عتاب. بهالمرحلة دخل فيلمو وهبة على خط التعاونات مع فيروز اللي رح تكتر بالمرحلة التالية، ولكن بدايتها كانت عام 1952 ضمن برنامج اسمه زيت وزيتون. التسجيل مفقود أيضا، ومن هالمرحلة منعصر على تسجيل لأغنية من ألحان ميشيل خياط بعنوان يا حلو يا كاس. أرسل وقت الشاعر رياض معلوف رسالة لفيروز بتشرين الثاني 1952 وكتب فيها: أصغيت إليك مرارا، وكل مرة كنت أجد في صوتك لونا جديدا من ألوان الفن والطرب والإبداع. كما أرسل أشعار منه لا تقدمه. صدرت وقت أول أسطوانات فيروز من دون صورتها طبعا، وتضمنت العديد من الأغنيات لإلها ولفنانين آخرين، من بينهم أغنية بلمح ظلال الحب. بلمح ظلال الحب بعيونه بتلطفه لكن ما بظهر له، خليه يتقلب على ظنونه، خلي الهوى يوعى على مهلو. كتير حلو تسمعي كيف هالصوت تتحول وتجوهر وتطور بهذه الفترة القصيرة بين 50 وبين 52. يعني كتار بيقولوا لك هذا مش فيروز، يعني دايما لما بتنسى مع يا حمام بصير هذا الشجال بدك تقولون لا، هذا صوت فيروز هيك كان. وكتير بيقلب حتى صوت فيروز بحسب نوع الغنى، يعني بالغنى القصايد وبالغنى اللي بسموه المتفرنج كتير حلو أكتر من بالقصص البلدي اللي بتحسيها عم تغني شيء ما كان بعد إلا بهذه الفترة. نختصر كل هالفترة بعنوان صدر بأيلول 1954 وموقع من وفيق العلايلي عم يتغزل فيه بصوت فيروز بالقول: الفتاة التي مسحت جميع مطربي ومطربات الشرق العربي. وشكر وقت الأخوين رحباني اللي اكتشفوا هالينبوع بل هالكنز الفني النادر. كلمات أطلق التاريخ رغم 3 سنين سبقته، ولكن تعتبر اليوم من البدايات المجهولة
لتكون عتاب الانطلاقة يلي نست العالم 3 سنين وأطلقت تاريخ عظيم. أهمية هالحلقة أنه ضوت على سنوات بتفرج أهمية الإذاعة اللبنانية بمطلع الخمسينات باكتشاف المواهب اللي صارت تاريخ فني قائم بذاتها. وللأسف عدم المحافظة على هالأرشيف الواسع حرمنا من كتير من المواد اللي منعرف بوجودها ولكن ما فينا نحصل عليها. الوضع نفسه بتلفزيون لبنان وبكتير مرافق رسمية عندها كنوز مش محافظين عليها. تصبحوا على ألف خير.